طاب يومكم بداية هذه النشرة مع عناوينها. العدوان الإسرائيلي مستمر مع تهديدات إسرائيلية بعملية برية. اجتماعات متواصلة للجنة الطوارئ الحكومية. باسيل يواصل جولاته ويلتقي بري. أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وحساباتنا على X، فيسبوك، إنستغرام وتيك توك. لا يزال العدوان الإسرائيلي الوحشي مستمرا على لبنان في ظل التهديدات الإسرائيلية بالتوغل البري المحدود على حد تعبيرهم، ومع تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالنت أن هناك أيام صعبة مليئة بالتحديات، واتفقت مع أوستن على أهمية تفكيك البنية التحتية الهجومية لحزب الله. على صعيد آخر، نفى مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف كل الادعاءات الصهيونية أن قوات الاحتلال دخلت إلى لبنان، مؤكدا أنها ادعاءات كاذبة. كذلك أكد اليونيفل ألا توغل بريا إسرائيليا في لبنان حتى الآن. في غضون ذلك، لا تزال الاتصالات الدبلوماسية مستمرة والجولات على المراجع كذلك، ويواصل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل جولته، حيث التقى اليوم رئيس المجلس النيابي نبيه بري. اجتماعات حكومية مستمرة لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي أكد أن لبنان يواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخه مع نزوح حوالي 1 مليون شخص بسبب الحرب الإسرائيلية المدمرة. وأشار ميقاتي خلال اجتماع مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة أن لبنان يثمن الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة والدول العربية الشقيقة والدول الصديقة. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا جاد جابر. جاد، يعطيك العافية. نعم، تحية لك ولمشاهدي شاشة الأوتيزي. شكرا. يعني على وقع توسع عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجنوب والضاحية والبقاع، مما أدى إلى ارتفاع عدد النازحين لحوالي 1 مليون شخص، هي واحدة من أكبر موجات النزوح اللي صارت بلبنان والمنطقة، حسب ما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. عقد اجتماع اليوم رئيس ميقاتي مع منظمات تابعة للأمم المتحدة وسفراء دول مانحة بإطار خطة الاستجابة الحكومية لأزمة النزوح. شارك بالاجتماع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية بلبنان ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين اللبنانيين. كما كان هناك اجتماع آخر لميقاتي والوزراء مع المحافظين. بمستهل الاجتماع كما ذكرت، الاجتماع الأول تم نقاط الدعم المتواصل اللي عم بتقدمه الأمم المتحدة كما الدول العربية وغيرها من الدول، وجه نداء عاجل لتقديم المزيد من الدعم لتعزيز جهود لبنان المستمرة بتقديم المساعدات الأساسية للمدنيين النازحين. وبعد انتهاء الاجتماع، صرح وزير البيئة ومسؤول لجنة الطوارئ الحكومية ناصر ياسين أن تقدمنا بطلب الدعم السريع للحاجات الملحة المقدرة ب 427 مليون دولار تغطي الأمور الملحة من غذاء وصحة وأمور لوجستية. وقال ياسين أنه أي مساعدات رح تمرق عبر الدولة اللبنانية لنعرف لمين عم توصل ومن أي جهة عم توصل المساعدات. وكشف أنه هناك 100 مليون يورو موجودة على الطاولة حاليا من عدد من الدول، من بريطانيا وتركيا وهولندا وغيرها، بالإضافة إلى بعض المساعدات العينية. كما كشف ياسين أنه مراكز الإيواء تخطى العدد الموجود فيها 170 ألف، والتقديرات بتشير إلى أن العدد فاق 250 ألف. كما طالب ياسين التوجه إلى مراكز الإيواء بالشمال وعكار بعد أن امتلأت المراكز بالجنوب بمحافظات الجنوب وبيروت وجبل لبنان. كما أكد أن عدد النازحين فاق 1 مليون أكان بشكل مباشر أو غير مباشر بيتوزعوا بين مراكز الإيواء، منازل أخرى بيمتلكوها النازحين، أو حتى لمنازل أقارب للنازحين أو مستأشرة. بموضوع المحافظين، أكد ياسين أنه غدا سيكون هناك إجراءات لمساعدتهم بجلسة لمجلس الوزراء أو حكومة تصريف الأعمال. بموضوع النازحين الموجودين على الطرقات، أكد ياسين أنه حكومة تنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين لوضعهم بالمخيمات أو ترجيعهم على سوريا. يعني أيضا بسياق المساعدات، تبلغ وزير الاقتصاد أمين سلام منذ قليل من سفير باكستان إرسال بلاده 19 طنا من المساعدات لمراكز الإيواء. ايضا يعني باطار الجو الحكومي، اشار وزير الشؤون الاجتماعيه
انه تم اطلاق مبادره اليوم من الامم المتحده والدول اللبنانيه والدوله اللبنانيه للدول المانحه للبنان، لنقول انها بحاجه الى مبلغ 425 مليون دولار مع تفصيل الارقام، وبعض الدول استجاب. كما اصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي قرار قضى بموجبه امداد مكاتب الصندوق بسلف ماليه استثنائيه تقدر قيمتها بحوالي 18 مليار ليره تخاطب الطلب المتزايد عليها وتمكنها من تاديه عملها بالشكل المطلوب وتلبيه حاجات مضمونين ولا سيما الناسين منهم. يعني نستمع اخيرا الى ابرز ما قاله وزير البيئه ناصر ياسين من السراي الحكومي اليوم. وتم التقدم بما يسمى الفلاش أبيل، أي طلب الدعم السريع للحاجات الملحة، وهو يقدر الآن ب 427 مليون دولار. وهذا الرقم يعني رقم ليغطي الحاجات الملحة فقط بالقطاعات اللي عم نشتغل عليها فيما يتعلق بمراكز الإيواء بكيفية مساعدتها، فيما يتعلق أكيد بالصحة، بموضوع الغذاء، بموضوع الأمور اللوجستية وغيرها من القضايا اللي هلأ عم نأمنها للناس. نحن تخطينا المليون من أهلنا الذين تأثروا بهذه الحرب وهذا العدوان، إما تأثر مباشر أو نزحوا وتهجروا من منازلهم إلى منازل أو مناطق أو مراكز إيواء. مراكز الإيواء حاليا اللي صارنا مسجلينهم كمراكز إيواء، يعني هي مراكز استقبال للناس، هي عبارة معظمها عن مدارس، تخطت 170 ألف، ولكن تقديرنا أنه يفوق 250 ألف في هذه المراكز. في مناطق في بيروت، في صيدا، في الجنوب، في الجنوب يعني محافظة الجنوب صيدا، وفي جبل لبنان، خاصة جبل لبنان الجنوبي أشوفه علي، أصبحت يعني غير قادرة على استقبال أهلنا من المهجرين، وعم نطلب منه الانتقال إلى مراكز أخرى خاصة في محافظة الشمال. هناك بعض الدول التي كانت مشاركة أبدت أنه هي ستبدأ إما بإرسال مساعدات عينية مثل ما ابتدى توصل بعض المساعدات، وإما دعم مالي. سيتم تأمين الدعم المالي عبر هذا الفلاش أبيل من خلال منظمات الأمم المتحدة، ولكن بالتنسيق الكامل مع الوزارات والإدارات اللبنانية ضمن آلية تظهر الشفافية والمحاسبة والمساءلة والفعالية في الوصول إلى الناس المستحقة لهذا الدعم. واجتماع تاني كمان دغري من بعده مع المحافظين ومع معالي وزير الداخلية، وزير الأشغال، وزير المالية، لدعم أكثر للمحافظين. المحافظين يعطيهم العافية عم يتلقوا الضغط بشكل مباشر، يعني كما يقول النظام إدارة الأزمات في البلد، هم بغرف عملياتهم المناطقية من يعمل على الأرض، وهم مع البلديات مع القائم المقامين. فسيتم غدا صباحا أو غدا في جلسة مجلس الوزراء تأمين سلف إضافية للتشغيل وبعض الدعم المباشر لهم للبلديات. وزير المالية وعد بتحريك كثير من الأمور العالقة فيما يتعلق بأموال البلديات وأموال المحافظين. وفي إطار جولاته على القيادات اللبنانية، زار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رئيس المجلس النيابي نبيه بري لوضعه في أجواء الاتصالات التي يقوم بها. نحن جينا اليوم عند دولة الرئيس بري أول شيء لنعزيه باستشهاد السيد حسن نصر الله، ونأكد مرة تانية أنه هيدي منا خسارة لا لفريق ولا لطائفة. خسارة السيد حسن هي خسارة للبنان ولقلنا كلنا سوا كلبنانيين. وتنأكد أكيد وقوفنا إلى جانب بعضنا بهالمحنة الكبيرة اللي عم بيمر فيها لبنان. مرة تانية بوحدتنا بنقدر نمنع الفتنة الداخلية يلي العدو مش بس عم بيحضر لاحتلال أرضنا، العدو عم بيحضر للفتنة الداخلية. هونيك المقاومين بيعملوا شغلهم، بس بالداخل نحن اللي بنقدر نعمل شغلنا باحتضاننا لبعضنا وتأكيدنا انه نحن اهل، كلنا ضيوف عند بعضنا وبيوتنا بيوت بعضنا، وهيدا العيش الواحد بيترجم بهيك اوقات وبهيك ازمات وبهيك محن. مثل ما لازم يكون عنا هم عدم ابعاد الاحتلال عن ارضنا، لازم يكون عندنا هم مماثل هو ابعاد الذل عن ناسنا، ما ينتركوا بهيدي الظروف الصعبه
ونحن شو ما عملنا بتضل الامكانيات محدوده في السلطه، الحكومه، الدوله، هن يلي لازم نحن وياهم نتساعد اكثر واكثر تنامن احتياجات الناس. النقطه الثانيه هي انه صرنا اليوم بموقع ثاني، بمحل ثاني. موقفنا من الحرب معروف، وعدم جر لبنان لإلها، وكل الترجمان يلي مش وقته هلا حكيناه قبله معروف، بس اليوم صرنا بمحل تاني. اليوم صرنا قدام خطر احتلال اسرائيلي لارض لبنانيه مجددا، وهذا بياخذنا على محل تاني مختلف. هون بتبين السياده، وهون بتبين الاستقلال وحريه لبنان واللبنانيين، وهون ما لازم يكون في خلاف على رفض انه هيدا الشيء يتم. مشان هيك لما منقول وقف اطلاق النار هو لمنع هيدا الاذى على لبنان ولمنع احتلال الارض. وواضح انه الاسرائيلي ونتنياهو ما عم بيردوا على حدا وما لح يردوا على حدا، ولح يضلوا مدعومين الدعم اللازم ليعملوا. هون الفرصة للمقاومة وللمقاومين انه يردوا الاعتبار ويحموا الارض. بس هون ما لازم ابدا بين بعضنا كلبنانيين ما نكون فهمانين شو معنى اسرائيل تحتللنا ارضنا عن جديد، وتحتللنا قرارنا، وتسيطر على بلدنا. والتصاريح اللي سمعناها مؤخرا عن تغيير النظام بلبنان، وانه لبنان ما بقى وزير تربية بيقول لبنان ما بقى لازم يكون موجود، عن موضوع النفط والغاز والغاء اتفاقية الحدود. بس لازم يعرفوا اللبنانيين شو معناتها ترجع اسرائيل تسيطر على ارضنا وعلى قرارنا، ويتذكروا التاريخ. ومشان هيك هيدا موضوع لازم يوحدنا عن جديد بمواجهة هيدا الخطر. والنقطة الثالثة هي ضرورة الاسراع بانتخاب رئيس جمهورية لسبب واحد، لانه عدم انتخاب رئيس جمهورية نسولي كل شيء تاني. عدم انتخاب رئيس جمهورية اليوم هو خدمة لإسرائيل، لأنه مواجهة إسرائيل بتطلب دولة تكون عم بتواجهها، مش بس المقاومة، وبتطلب أنه هيدا الحمل الكبير كلنا سوا نحط كتف على الكتف ونحمله مع بعضنا. ما في يحمله لا شخص ولا فريق ولا طائفة، هيدا الحمل الكبير بدهم يحملوه كل اللبنانيين، وهذا بيتطلب وجود رئيس يحمل وحكومة تحمل ومجلس نيابي يحمل، كلنا سوا مع بعضنا نقدر نحمل. مشان هيك الاعتبارات كلها لازم تسقط، كلها. كيف بيصير الحوار مش مهم هيدا كله، المهم اننا نتفق، لانه اليوم مش مسموح انه نتفق. ويلي عن جديد عم بيراهن انه هلا في حدا انكسر بنفرض عليه رئيس، نحن ما بنقبل نفرض رئيس على حدا يعتبر حاله مهزوم بلبنان، لانه بس ينهزم مكون بلبنان كلنا بننهزم معه. مشان هيك اليوم العقل والحكمة وحبنا للبنان بيفرض علينا أن نتفق مع بعضنا على رئيس بيجمعنا، مش رئيس بيفرقنا. وسهل نقدر نتفق على رئيس بيجمعنا، يفكر كيف بده يحمي لبنان نحن وياه، وكيف بدنا نرجع نبني هالدولة بلبنان. لهيك كل الشكليات بتسقط. المهم أن نقدر نتفق ونمنع حدا أنه يمنع عنا هيدا الاتفاق بحسابات ورهانات. وشو بعد؟ هلأ الإسرائيلي على الحدود، بكرة بصير على الليطاني بنفرض رئيس أكتر، بكرة من الليطاني بصير بالعاصمة بنفرض رئيس أكتر. هيدي الحسابات شفنا لوين وصلتنا. وبعدين شو بنعمل بشعبنا، وشو بنعمل ببعضنا، وشو بنعمل بوحدتنا، وشو بنعمل ببلدنا. لهيك أسرع وقت منتفق فيه بتفاهم وبتوافق كلنا سوا مع بعضنا على رئيس بيجمعنا، هيدي مصلحة لبنان وكل اللبنانيين. وكان باسيل استقبل المنسق العام للأمم المتحدة في لبنان في حضور النائبة ندى بستاني ومنسق العلاقات الدبلوماسية في التيار بشير حداد، وتم عرض للأوضاع وسبل إنهاء الحرب. وطالب باسيل الأمم المتحدة باستخدام جوانب الضغط لوقف الحرب. وفي هذا الإطار توافق الطرفان على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت لمواكبة التطورات والمفاوضات وبرامج دعم لبنان. كذلك استقبل باسيل سفير المجر في لبنان في حضور نائبة الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي وحداد، وتم التباحث بسبل وقف الحرب الدائرة على لبنان.
جدد الاتحاد الأوروبي دعوته لوقف فوري لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، ودعا الطرفين إلى الالتزام بالتنفيذ الكامل والمتناسب لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 لضمان العودة الآمنة للسكان النازحين على كلا الجانبين من الحدود كجزء من تسوية تفاوضية أوسع. وحث الاتحاد الأوروبي على احترام القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف، وأضاف: ينبغي الآن إسكات الأسلحة، وينبغي أن يتكلم صوت الدبلوماسية وأن يسمعه الجميع، ويجب أن يتوقف إطلاق حزب الله للصواريخ والقذائف الأخرى على الأراضي الإسرائيلية والذي بدأ في 28 الأول، ويجب ضمان سيادة كل من إسرائيل ولبنان. النشرة مستمرة. في بكركي استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعم محفوظ، الذي بحث معه في مصير العام الدراسي وموضوع نزوح اللبنانيين من قراهم، إضافة إلى موضوع الأساتذة المتقاعدين في التعليم الخاص. نحن حريصين جدا على عدم ضياع العام الدراسي على الطلاب. نحن عملنا اجتماع مع معالي الوزير والمؤسسات كنقابي والمدارس، وطلب منا معالي انه نتريس اسبوع اسبوعين لحتى هالحالة الوطنية يبين افاقها. فنتيجة هذا الاجتماع النقابي واصحاب المدارس توافقوا على تأجيل العام الدراسي بحدود الاسبوع 10 ايام، نوع من التضامن الوطني. ولكن بالنهاية نحن حريصين انه يبلش العام الدراسي بالمناطق الامنة حضوريا، لأن نحن نعتبر التعليم أونلاين ما كان مجدي أيام الكورونا. فنحن مصرين على التعليم الحضوري بالمناطق الأمنية، ومصرين على تعليم أولاد النازحين قسم منهم بالمدارس الخاصة وقسم منهم بما تبقى من المدارس الرسمية التي ما أخذها النازحين. فينا نعمل تعليم يوم إيه يوم لا، فينا نعمل دوام قبل الظهر دوام بعد الظهر. بالنهاية المناطق الأمنية قادرة تستوعب كل طلاب لبنان بالمدارس الخاصة وبالمدارس الرسمية لنحافظ على جيل المستقبل، لأنه ضياع العام الدراسي نحن برأينا بيأثر على مستقبل البلد. هذا أول موضوع. الموضوع الثاني، نحن بالتعليم الخاص في عندنا حوالي 5000 أستاذ متقاعد، هدول رواتبهم ما زالت على 1500، يعني بيقبضوا 1.5 مليون ومليونين و3 ملايين ليرة. السنة الماضية طلعنا قانون للغزة صندوق التعويضات لنضرب لنا الرواتب بستة مثل التعليم الرسمي. للأسف هذا القانون ما نشر رئيس مئاتي. نتيجة ذلك احنا عملنا اتفاق حبي مع أصحاب المدارس على 9 شهور أنه يدفعوا عن كل تلميذ بالسنة 900,000 ليرة، يعني 10 دولار، لحتى نضرب رواتب الأساتذة بستة. للأسف هذا البروتوكول اتطبق على 8 شهور، شهر أيلول بعض المدارس ما دفعين. فهذا الشهر 5000 أستاذ عم يقبضوا 1,000,000 و1,000,000 و3 ملايين ليرة، في 5000 عائلة عم يبكوا انه بالايام العاديه لازم نزيد الرواتب، بايام الحرب كنا عم نقبض 6 رواتب بتردوا لنا اياها لراتب واحد، شيء معيب ومع الحرب. فطرحنا هذا الموضوع على سيدنا انه منو معقول ايام الحرب الاستاذ عم يقبض 6 رواتب بيطلعوا 15 16 مليون 20 مليون نقبضوا 1,000,000 و3 ملايين ليرة؟ قال ليش؟ لانه بعض اصحاب المدارس من قابلين يجددوا البروتوكول. نتمنى عليك تحكي مع الامين العام للمدارس الكاثوليكيه أن نجدد البروتوكول لفترة 6 7 شهور بانتظار لبنان يطلع من حالة الحرب وترجع المؤسسات ويصير عندنا رأي جمهورية ونروح على تشريع قوانين تدعم صندوق التعويضات. بس من هلأ لوقتها منه مقبول ما يتجدد البروتوكول، منه مقبول هالمعلمين ما يقبضوا 6 رواتب، لأنه في 5000 عائلة يعني عم يعيشوا قصة أوضاع يعني أدنى من أوضاع النازحين، لدرجة أنه بعض المعلمين عم يقولوا يعني ما عم يجي مساعدات للنازحين، اعطونا اصلا من هالمساعدات. تخيلوا المعلمين وصلوا لهالمرحله. فسيدنا قال اكيد انا هذا الموضوع حاخذه على عاتقي، حيحكي مع اصحاب المدارس لتجديد البروتوكول. نهايه النشره. للمزيد تابعونا عبر موقع otv.com.lb ومواقع التواصل يوتيوب، اكس، فيسبوك، انستغرام، وتيك توك. التغطيه مستمره عبر الاو تي في بعد قليل لهذا العدوان الاسرائيلي على لبنان. الى اللقاء.